معجزة تحدث في جسم المرأة المطلقة عندما يتوقف زوجها عن جماعها. لن تصدق المفاجأة، ابقوا معنا. لكن قبل أن نبدأ أدعوكم لعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد قناة هل تصدق. لننطلق. فسر العلماء فترة العدة للنساء والمحددة في القرآن عقب الطلاق أو وفاة الزوج بأنها للتأكد من خلو الرحم من جنين، وأنها مهلة للصلح بين الزوجين، وهذا صحيح. ولكن هناك سبب آخر اكتشفه العلم الحالي، إذ لكل رجل شفرة خاصة به، وأن جميع ممارسات مهنة الدعارة يصيبن بمرض سرطان الرحم، وأن المرأة تحمل داخل جسدها ما أشبه بالكمبيوتر يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرها، وإذا دخل على هذا الكمبيوتر أكثر من شفرة فكأنما دخل فيروس إلى هذا الكمبيوتر ويصاب بالخلل والاضطراب والأمراض الخبيثة. ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل أو علاج لهذه المشكلة اكتشف الإعجاز، واكتشفوا أن الإسلام يعلم ما يجهلونه، وهو أن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الإسلام حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون إصابتها بأذى. كما فسر هذا الاكتشاف لماذا تتزوج المرأة رجلا واحدا ولا تعدد الأزواج. وهنا سأل العلماء سؤالا، لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة؟ وقد أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل وأثبتت أن الأرملة تحتاج وقتا أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة، وذلك يرجع إلى حالتها النفسية حيث تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها، لأن من طبع المرأة الغريزية الوفاء والإخلاص، أما الخيانة فهي طبع دخيل على صاحبة القلب الكبير. فسبحان الله، كل يوم يكشف لنا العلم الحديث عن معجزات وحقائق أخبرنا بها الصادق الأمين، إما بحديث أو بآية نزلت بالوحي. شكرا لكم على المشاهدة، وأنتظروا تعليقاتكم المحفزة والمشجعة، وبإذن الله سأرد عليها جميعاً.